احد الكونسبتس المهمه جدا في الراديولوجي هي هاو تو ديسكرايب الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم. الكواليتي معناها زي ما احنا كنا بنتكلم هي الانرجي بتاعت الاكس راي بيم، وبالتالي بنتكلم على يعني هاو يعني فار الاكس راي بيم يقدر يبنتريت داخل الجسم. ده بيتعرف الحقيقه بكونسبت مهم جدا اسمه الهاف فاليو لاير. الهاف فاليو لاير بيسكلي بنتكلم على ان لو احنا بنتكلم على ان الانرجي بتاعت البيم مثلا كانت او عندنا كوانتيتي بتاعت الاكس راي كانت موجوده عندنا بالشكل ده كده، هتنزل تبقى نص الفاليو دي بعد مسافه قد ايه. يعني بنتكلم هنا علاقه الاكس راي بيم يعني كوانتيتي مع الديستانس. فطبعا بيبقى عندنا اكسبوننشال ديكريز بالشكل ده كده، بيبقى عندنا طبعا علاقه اللي هي بتاعه الاتنويشن المعتاده اللي هي الانتنسيتي اللي هي اللي داخله تايمز اي تو ذا ماينس الفا في اكس. فبيسيكلي الفا دي بتبقى يعني عامل ال يعني الاتنويشن الموجود عندنا داخل الماده. وبالتالي بنتكلم على ان احنا كل ما كان الانرجي بتاعه البيم اكبر كل ما كانت تقدر تبنتريت مسافه اكبر قبل ما تنزل الكوانتيتي بتاعتها تبقى النص. الحقيقه الناس تعرفت انها تتكلم على الدياجنوستيك اكس راي ان تيرمز اوف الهاف فاليو لايرز، يعني بنتكلم عليها اليونتس اوف مليمتر الومنيوم. يعني ايه مليمتر الومنيوم؟ يعني بنتكلم مثلا هاف فاليو لاير 3 ل 5 مليمتر الومنيوم في الدياجنوستيك اكس راي، وبنتكلم على السوفت تيشو من 3 ل 6 بالنسبه للايه، بالنسبه للسوفت تيشو. اوكي، بنتكلم على بنتكلم مثلا على الالومنيوم مثلا 3 ل 5 ملم، معناها ان هو يعني الرينج من اول 3 معناها ان بعد 3 ملم الومنيوم البيم يوصل يبقى نص الكوانتيتي اللي ابتدى بيها، او 5 معناها ان هو يوصل لنص الكوانتيتي بتاعته بعد 5 ملم. بنعمل اكسبيرمنت بالشكل ده كده، بيبقى الاكس راي تيوب بتاعتنا بتبقى بتدخل على ثيكنس معين للالومنيوم، بنحط الومنيوم ابزوربرز، بنحط مثلا كل واحد فيهم بيبقى 1 ملم، ونشوف هنا نديتكت الراديشن انتنسيتي كام، يعني نعد هنا عدد الاكس راي فوتونز اللي عدت، ونشوف عندنا البيم وصل بقى نص الانتنسيتي الاصليه امتى. يعني نجرب من غير ما يكون في عندنا ابزوربرز خالص، ونجرب 1 ملم 2 ملم 3 4 5 وهكذا لغايه لما نشوف هيوصل امتى العدد بتاع الالكترونز او عدد الفوتونز اللي حصل لها ديتكشن يبقى النص. فاحنا بنتكلم بالنسبه للدياجنوستيك اكس راي بنتكلم على هاف فاليو لاير من 3 ل 5 ملم الومنيوم، ده المعتاد. طبعا احنا بنتكلم على الاكس رايز هي ما هياش سنجل انرجي، طبعا بيبقى في عندنا سبيكتروم، والسبيكتروم ده بيبقى فيه هاي انرجي اكس رايز وبيبقى فيه لو انرجي اكس رايز. طبعا لازم نبقى واخدين في الاعتبار ان احنا عندنا لما بنتكلم على حاجه بالشكل ده كده بنتكلم على حاجه بتبقى افريج بتاع عدد من الانرجيز. يعني بنتكلم مثلا لو احنا بنتكلم على 100 كيلو فولت كيلو الكترون فولت اكس رايز، يعني الانرجي بتاعت 100 كيلو الكترون فولت اكس رايز، بنتكلم من الاتنيويشن بتاعها بيبقى الريت بتاعه 3% بير سنتيمتر اوف سوفت تيشو. اوكي، بنتكلم على لو عندنا 10 كيلو الكترون فولت بنتكلم على 15% بير سنتيمتر. عشان كده 10 كيلو الكترون فولت تعتبر قليله جدا، لان احنا بيسك لو بنقل 15% لكل سنتي معنى كده يعني قدامنا مثلا بنتكلم على عدد قليل جدا من السنتيمترز نقدر نعملها بنتريشن عشان نقدر بعد كده ان احنا نطلع الناحيه الثانيه، يعني الفوتون تطلع الناحيه الثانيه عشان تعمل لنا صوره. فبالتالي 10 كيلو الكترون فولت ملهاش لازمه، ملهاش استعمال في التصوير الطبي. بالنسبه لي من 3 ل 5 ملم الومنيوم دي بنتكلم على ان الدياجنوستيك اكس راي بيبقى نفس يعني تقدر تعمل بنتريشن ل 3 الى 6 سنتيمترز قبل ما يحصل لها ريدكشن لنص العدد بتاع الاكس راي فوتونز الموجوده فيها. طبعا ده اكتر بكتير قوي من حاجه زي كده، يعني بمعنى ان احنا دلوقتي لو بنتكلم على 3 ل 6 سنتيمترز يعني معنى كده لو احنا بنتكلم مثلا على شخص مثلا يعني بنصور مثلا ارم ولا بنصور مثلا تشست ولا حاجه زي كده بنتكلم مثلا 30 40 سنتي، 30 40 سنتي يعني معنى كده يطلع لنا نسبه معقوله من الاكس راي فوتونز في الناحيه الثانيه نقدر نطلع بيها صوره الكواليتي بتاعتها تكون عاليه. فنبقى عارفين بس ان احنا عندنا الكواليتي ممكن تتعرف in units of half value layer، كل ما كان الرقم بتاع الهاف فاليو لايرز اكبر كل ما كان البنتريشن بتاع البيم ده كان اكبر كل ما كان الكواليتي بتاعته بقت اعلى.